انا اللي رد المعادين والله ما ادري ايش قال الهيبه يساهمون مع ابن عمي والموضوع انتهى طبعا والله لا يحييك ولا يحييكم ولا يحييك السلام عليكم ورحمه الله مرحبا وصاني شيخنا الشيخ مشرف بن درع انا مبلغكم سلامه ويعتذر على عدم الوصول لظرف طارئ واعطاني بيتين وقال سمعها عيال عاطف سمعنا يا سلام للعواطف على جال انا اشهد انهم في اللوازم مطاليك يوم انتخى المسجون من بين الاغلال عن عزوه الضمات في حجه الطيب ونعم سلامتكم ونعم وكفو انتم محزن ما يعني وتاج راس وبحطان من اليمن الى الخليج ما تاخر احد منهم ياكلون يركضون الاف الكيلومترات وهذا امر محسوب لهم ونسال الله العلي العظيم ان يكون جزاهم من رب العالمين ما هم احد اللهم امين.